مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الخيمة الرمضانية. تقبل الله صيامنا وصيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. هذه الحلقة ستتناول موضوعين اثنين، هما من الناحية الفقهية وموضوع المخدرات وأثرها على المجتمع وموقف الشرع منها، وفي الموضوع الطبي سنتناول أمراض القلب والشرايين. أستضيف للحديث عن هذين الموضوعين جانب الفقهي الفقيه الأستاذ اليدالي ولا الحاج أحمد، وفي الجانب الطبي الدكتور سيد محمد والعثمان أخصائي أمراض القلب. قبل أن نبدأ نقاشنا لنتجه إلى المحضرة ونشنف أذاننا بآيات عطرة من الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. مشاهدي قناة الموريتانية، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. وأهلا وسهلا بكم معنا في هذه الجلسة القرآنية من محضرة دار الحصري لتعليم القرآن الكريم، والتي سنستمع فيها لتلاوات من هؤلاء القراء المتميزون. وسنبدأ بحول الله تعالى بتلاوة مع القارئ سعيد عبد الله صو، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بارك الله فيك القارئ سعيد عبد الله صو. نستمع أيضا لتلاوة أخرى مع القارئ ك واللبيتات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بارك الله فيك القارئ كاه اللبيتات، ونستمع أيضا لتلاوة أخرى مع القارئ باهو الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. صدق الله العظيم. بارك الله فيك، ونستمع أيضا لتلاوة أخرى مع الطالبة فاطمة بنت محمد. وللل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. سنتحدث عن بعض الأحكام الموجودة بهذه الآيات، عن أحكام روايتي ورش وقالون، وكذلك عن بعض أحكام التجويد بحسب ما يسمح به الوقت. فنجد في بداية هذه الآيات نوعا من أنواع المد، وهو المد المنفصل، وهو في حرف الياء. يا أيها الذين آمنوا،
وهذا المد كما سمعنا يقرأه الإمام قالون بالقصر، وهذا الوجه هو المقروء به لقالون، مع أنه يوجد له مد بقراءته بالتوسط. وهذا المد المشهور فيه لقالون هو القصر كما قرأ الطلاب. أما بالنسبة لرواية الإمام ورش فإنه يمده بمقدار 6 حركات، فنقرأ الكلمة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب، فنمد هذا المد المفصل ب6 حركات للإمام ورش. بعده مد آخر يسمى بمد البدل، وهذا المد هو مد البدل الأصلي، والبدل يعرف بأنه هو مد ناتج عن همزة كانت ساكنة فأبدلت حرف مد بعدما وقعت ساكنة بعد همزة متحركة مثل آمنوا التي عندنا هنا. وينقسم مد البدل إلى قسمين، بدل أصلي وشبيه بالبدل. الشبيه بالبدل هو الذي تكون فيه الهمزة إما أن تكون في وسط الكلمة وإما أن تكون في آخر الكلمة، لكن المد أصلي في الكلمة بالنسبة للشبيه بالبدل، وليس ناتجا عن همزة أبدل منها، على عكس ما هو فيه في البدل الأصلي الذي أصل المد همزة فأبدلت حرف مد فسمي المد بالبدل. والبدل الأصلي ينقسم إلى 4 أقسام، قد نجد فيه الهمزة محققة، وقد نجدها مسهلة، وقد نجدها مبدولة بحرف الياء، وقد نجدها محذوفة بسبب نقل حركتها. ولكل الأمثلة لكل تلك الأقسام أمثلة في القرآن الكريم. فمثلا الهمزة المسهلة مثل قوله تعالى قال فرعون آمنتم به، الهمزة المسهلة مثل التي كانت عندنا آمنوا، الهمزة المحققة مثل آمنوا، الهمزة التي حذفت مثل منوتي ومناما، والهمزة المبدولة ياء مثل قوله تعالى من السماء ياية. فهذه هي أقسام مد البدل، ويبدو أن الوقت انتهى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم مشاهدينا الكرام، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا، وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والشكر لهؤلاء الطلبة على تلاوتهم، فجعلها الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتهم وحسناتنا وحسناتكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للقارئ المصطفى والسيدي محمد بن محضر الدار الحصري. كما ذكرت في بداية هذه الحلقة، موضوعنا الفقهي هو عن المخدرات وموقف الشرع منها ودورها في إفساد المجتمع الإسلامي والمجتمعات ككل. وموضوعنا الطبي كما ذكرت أيضا هو عن أمراض القلب والشرايين. سيناقشني في هذه الحلقة في الجانب الفقهي، ويقدم لكم إن شاء الله الإجابات الشافية، الفقيه اليدالي وللحاج أحمد. وقبل أن ندخل معه في النقاش لنتابع هذا البروتري الذي عده الزملاء عنه. Thank you.
شكرا لزملاء. اهلا بكم استاذ الفقيه اليدالي، شكرا على حضوركم معنا الليله. موضوعنا في هذه الحلقه كما ذكرت فقهيا هو عن المخدرات وموقف الشرع منها، وطبعا المعروف عند الكثيرين ان الشرع تحدث عن الخمر وحرمته. هل 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 المخدرات حكمها هو نفسه حكم الخمر؟ الحديث عن الخمر هو نفسه الحكم عن المخدرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تخدير كل ما يخدر العقل اي يستره ويغيبه هو داخل في الخمر، وان قسمها الناس الى اقسام، ما يسكر وما يرقد وما يفسد الى اخره، ولكن مقصود الشرع هو المحافظة على العقل، وكل ما يفسد العقل يجر إلى فساده، يفسده فعلا أو يجر إلى فساده. ممتاز، فهو داخل في الخمر. لذلك إذن هذا يقودنا إلى متابعة هذا العنصر الفقهي الممهد لحديثنا عن الموضوع وتوسيعنا فيه إن شاء الله، لنتابع العنصر التمهيدي. المخدرات لغة هي كل ما يؤثر على العقل أو يغيبه، وتطلق اصطلاحا على مجموعة من المواد الكيميائية التي تمتلك آثارا قوية على البشر والكائنات الحية بصفة عامة. والأصل في استخدامها في مجال الطب والصيدلة من أجل العلاج والتداوي، وهي مجموعة من العقاقير والأقراص والمساحيق التي تمتلك القدرة على التأثير على وظائف الجهاز العصبي والمزاج، بيد أن هذه المواد قد تكون لها نتائج مدمرة على الفرد والمجتمع إذا ما تم استخدامها لغير الأغراض الطبية. فالمخدرات تسبب الإدمان وتدمر الجهاز العصبي والصحة الجسدية والعقلية لمن يدمن عليها، لذلك من المحظور قانونا زراعتها أو تصنيعها أو الاتجار بها، ولا تستعمل إلا برخصة طبية خاصة. المخدرات حرمها الدين تحريما باتا، وسبق إليها القانون في ذلك، حيث حذر منها من منطلق القاعدة الشرعية كل مسكر حرام. فالعقل والصحة من نعم الله على الإنسان، والإضرار بهما يعد من أكبر المحرمات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. إذن سيادة الفقيه لنتابع حديثنا عن هذه النقطة. إذن هي تدخل بجانب المسكرات، يعني هو داخل في جانب كل ما يفسد العقل أو يجر إلى إفساده فهو محرم، وهو المسمى بالمقصد الوسيلة. معناها الشرع إذا حرم شيئا حرم وسيلته، إذا حرم شيئا قصدا حرم وسيلته، وهذا ما يسمى بالنقطة المركزية وحدودها. يحرم الوصول إلى النقطة المركزية من خلال تحريم الذات، ومن خلال أيضا الطرق المحيطة بها، كما هو موجود مثلا في الدول عندها حدود وعندها مثلا تحمي حدودها حتى لا يوصل إلى المقصود. بالتالي الشرع إذا وضع حرم شيئا يحرم السبل الموصلة إليه، يحرم ثمنها، مثلا يحرم ثمن الخمر لأنه حرم ذاتها، ويحرم ثمن الميتة لأنه حرم ذاتها، ويحرم كل ما يجر إلى 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 إخلال أو إفساد المجتمع، إفساد توازن المجتمع، وما فيه شيء سواء كان حيا أو جمادا إلا وفيه جانبان، جانب سلبي وجانب إيجابي. جانب إيجابي. وجانب الإيجابي هو اللي هذا هو اللي يجعل الأشياء تختلط على بعض الناس. أيوة، هنا نقطة يغلب السلب على الإيجاب. أيه. ويفسد على بالتالي إذا غلب السلب على الإيجابي فسد 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 المقصود أو فسد القاعدة الشرعية، وهذا هو الذي يخاف من الشرع. وإذا غلب الإيجاب أيضا على السلب ربما أيضا يحصل فساد، وإذا توازن كل يستعمل فيما هو له، وهذا هو لأن فيها ناحية طبية. أيوة، وهذه إذا استعمل استعمالا صحيحا من خلال الخبراء ومن خلال مثلا التركيب الطبي كانت جائزة. وكذلك الفقهاء يجيزون هذه لغصة استعمال الخمر لغصة للضرورة. إذن هناك جوانب سلبية، هناك جوانب إيجابية، والجوانب السلبية المحرمات أكثر منها إيجابية.
والشرع يحذر من الحرام ذاتا ويحرم منه وسيلة، يحرم الوسيلة، والقاعدة الأصولية المعروفة سد ذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم. ولذلك مكافحته ومطاردة من يتاجرون بها، والعصابات التي تقوم بها. وهذا ضرورة شرعية، واجب شرعي، واجب أيضا عرفي، واجب قانوني، واجب من كل الجهات. لكن لو أن الناس استعملوا أو هداهم الله، وهذا ما يرجى، إلى سبل الشريعة، أخذ سبل الشريعة كما هي، لكان هذا أيضا أكثر حماية وأكثر وقاية. أكثر وقاية وأكثر حماية، لأن الشريعة ما حرمت شيئا، خصوصا أمهات التحريم، إلا ووضعت لها ووضعت حدودا. إذا استعمل الشخص مثلا المسكر حده معروف، وما يفعل به الشرع معروف، وإذا رابى مثلا استعمل الربا ما يزجر به الشرع معروف، وإذا ارتكب فاحشة الزنا حده بالشرع معروف. هذه الحدود ينبغي السهر على إقامة ما أمكن أن يقام منها، من خلال التوجيه أولا، ومن خلال تقنين ثانيا، ومن خلال أيضا محاربة والمطاردة. ممتاز. سنعمق إن شاء الله النقاش في هذه النقطة بعد أن نذكر أن موضوعنا كما ذكرت في الجانب الطبي هو أمراض القلب والشرايين. وأستضيف لكم الليلة في لنقاش هذا الموضوع الدكتور سيدي محمد والعثمان، أخصائي أمراض القلب والشرايين، لنتابع الآن هذا البروتري الذي عده الزملاء عنه، ثم نعود لنقاش الموضوع. شكرا للزملاء، اهلا بك يا دكتور. دكتور، مرض القلب عندما نتحدث هو مصطلح، ولكنه يحمل بداخل الكثير من التنويعات. ما المقصود بامراض القلب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله، بارك فيكم في رمضان. اولا، امراض القلب كما قلت، القلب هو من الاعضاء نوبل، الاعضاء الاساسيه في جسم الانسان، ولا ما قلنا انه هو العضو الاساسي في جسم الانسان. واذا القلب ينصاب بعدة أمراض، فيهم الأمراض اللي يخرجوا مع الرقاج من الخلايا، الأمراض المكتسبة. وياك نعرفوا أمراض القلب، أولا نعرفوا أن القلب هو شنو، هو تكون مناش تكوين القلب والشرايين شنو. هو القلب نفسه هو البومب، هو اللي يضخ، يعني ذاك اللي يضخ فيهم الشرايين، فيهم اللي يضخ فيهم القلب، فيهم اللي يردوا له الدم، هما الفن والزارتير، العروق اللي يمشوا من القلب هم الشرايين، والأخرين الوريدة اللي يردوا له الدم. وإذا القلب يتكون أساسا من ثلاثة غشاءات، غشاء الفوقاني اللي هو اللي جدار اللي يحمي القلب، العضلة هي الغشاء الفوقاني اللي هو اللي يحمي القلب، اللي هو نقول البيريكارب، أساسا ما هو قاع من القلب، غشاء وتوف كيف جلة عادية تحمل. الغشاء القراني هي العضلة، هي الميوكارد، هي اللي مسؤولة عن الانقباض. والغشاء المتولي الدم هو اللي قبل عنده كارد، هو اللي متولي الدم مباشرة. ويتكون من أساسا أربع غرف، اللي هما الفزر العصري فيها اثنين،
اللي هي البطينات والاذينات، والعربي فيهم اللي اثنين نفس الشيء، وهم فوقهم اذنين شوي صغيرين مقياس ينهملوا قاع اللي هم قالوا لزوري كيد. وهذا الزل العصري هو اللي يمشي الدم في الجسم. إذن قبل الدخول في هذه التفاصيل الدقيقه كما حدث مع الفقيه نتابع الان هذا العنصر التمهيدي عسى ان يكون فيه نوع من الاثاره بالنسبه لموضوعنا حول امراض القلب. كثيرا ما نسمع الأفاضل من الناس يرددون ضمن أدعية أخرى اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجأة، ومن المعروف أن الموت المفاجئ دون سبب خارجي على الأقل مرتبط لدى الناس بالذبحة الصدرية أو التوقف المفاجئ للقلب عن العمل، ولأنه لكل شيء علة فلا بد أن لتوقف هذا القلب المفاجئ العديد من الأسباب المرتبطة باختلالات في الجهاز الدوري أي القلب والشرايين، وهو تخصص مستقل من التخصصات الطبية. ويعتبر شهر الصيام فرصة كما أثبت ذلك أولو الاختصاص في شتى المجالات الطبية للتحسين من الصحة العامة، إن بنقص الوزن وإن بالتخلص من بعض العادات الضارة بالصحة. فما هي الظروف التي إذا توفرت يصبح الإنسان عرضة للإصابة بالذبحة الصدرية؟ وهل هناك حقا أطعمة وأنظمة غذائية خاطئة قد تكون عاملا من عوامل الإصابة؟ وهل هناك عادات ضارة كالتدخين مثلا تسببها؟ وهل المدخن عرضة للإصابة الحتمية بأمراض القلب والشرايين؟ إذا لنتابع في تعريفنا حول الجانب الأيسر. إيه لأن نعرف بعض إن نفهم دورتين، الدورة الصغرى اللي هي جانب الأيمن اللي هو البطين الأيمن هو اللي يعطي الدم شور الرئتين ولا يدار في الأكسجين لي أكسجين ويرجع شور يرجعه الأوعية الدموية الجانب شور الرئة يردوه هنا القلب الجر الأيسر ويمشي القلب الأيسر شور الدم اللي في الأكسجين يمشي القلب الأيسر شور الأطراف والرأس وهكذا. هذا بشكل مختصر هذه هي الدورة الدموية. اللي قلنا قبل ان امراض القلب قلنا انهم ياسرين لان بدوا فيهم لان مجال واسع شوي. اللي منهم مرتبط اساسا هذا اللي ركزوا اساسا اللي المرض العصري حالا اللي هو شنو هي ان القلب هو اي شيء في جسم الانسان لابد عنده اوعيه كما ان الدم القلب يمشي الدم شلون الاعضاء الاخرين حتى ما يمشي الدم شلون راسه ومنسه عنده من الشرايين قذوا هم اللي هم الشرايين التاجيه نزارة الكورونير هاي هم المسؤولين اساسا قليلهم ذاك النوع هم المسؤول عن الجلطه القلبيه نتكلم عنها. وباختصار باش ما نتكلموا عن النص وحتى المجال نتكلموا اساسا عن هذا الموضوع اللي هو امراض القلب والشرايين اساسا مسؤوله اساسا اللي هي الاتيروسكليروز اللي هو امراض الشرايين التاجيه اساسا اللي هو اللي سبب اساسا الذبحه الصدريه. كامل قادي وبس صدمه الحسانيه للناس ما يخصهم ان شاء الله. بما اننا ما نتكلمين عن الامراض اللي جايه في خليه الانسان اللي الانسان يشير مازال في كشمه فهم ذول الغرف اللي قلنا قبيل كاملين كلهم اساسا بينه فتحات. أيوة. به اللي يشير ما تعاد يتنفس. أيوة. اذا جاي شيء كامل لا جاي من امه اذا كل فتحات تم فتحه قال عندي خلق يشير ينقفل منهم شوشي منهم ينقفل في السابع المتتالب ذاك اللي منهم صار ما انقفل في حدد معد زمن محدد ذاك ولا عاد ينقال له امراض اللي خلاق مع يشير هي اللي مرض ذيك هذول الامراض اللي يكون جينيتال ودوك علاجهم واحد وما عنده علاقه بالحياه يسن دوك في دواء وفي مدي عدل العمليه في مدي ينقفل بالقسطره وفي مدي عدل شق قلب وينقفل وفي قال دائما ينقفل لا بداله في زمن عنده زمن محدد ينقفل فيه بين يتخطى ذاك يطلع تنسو حتى في الزر العصري العربي بعض اللي هي تنسو الرئه ودوك فيه له ما تلاقي قد الصح اللي هو دائما الشاشات والدواء ودائما بالعصري. هذا فيما يخص تكلموا شوي بعجاله عن اخبار ترك الصغار انت وصلنا ندخل امراض القلب المكتسبه الى يدخل في ياسر منها اللي اساسا دائما تجيك من توما جينا احنا واكثر شيء في موريتان اكثر شيء في موريتان اصلا اكثر شيء في الدول كامله اللي ناميه هم هذول المسائل الفالف اللي هم الصمامات لان يسببهم شيء قالوا ريماتيزم اللي هي الحيمات اللي يجون تركها مزار صغار ولا يدواء وينهملوا والحيمات هذه تسببهم جرثومه ينقال لها بيتا ايموليتيك بجرثومه ويهاجمها القلب يعتبر هي تشابهيه وصمامات نفوسهم تشكيلتها هي وتشابه هي وشي في الكلى وشي في المفاصل لذا يهاجموها المناعه يهاجموها هي ونفس الشيء يهاجموا الصمامات. المشكله جايب المرض ما هو هي نفسها جايب المناعه اللي لا يقيم الجسم مضاد لهذه الجرثومه بتشابه الصمامات لا هي يخلق عنه مرض الصمامات
وتبدا يشير مازال بست سنوات سبع سنوات يجوه يجوه الحيمات واهله ما يداووه، عقب يجوه ركاب يجوه المفاصل، يلحق ب 20 سنه عاده و 30 سنه كانوا يبدو له مرض الصمامات اللي هو تضيق في واحد من الصمامات اللي قلنا له بويل بين الزر الايمن والايسر، في الزر الايمن باطل ولا في الزر الايسر، ويبدأ يصلبوا الصمامات وإذا بدأ عاد يبدل الصمام والله ما يوسع إذا عاد فيه تضيق ولا عاد فيه فوت إذا عاد فيه ارتداد يبدأ يبدل. وهذا هم أكثر شيء صار في الدول النامية. يقول ما نحن موريتانيا عندنا مثلا حياتنا عاد حكمة كيف حياة الدول المتقدمة اللي هي فيها أكثر شيء فيها هو المرض لمرض كورونا مثلا لاتيروسكليروز اللي هو تصلب الشرايين تصلب الشرايين هو مرض العصر واللي عندنا احنا هون يا واش عاد فينا ياسر موريتانيا ياسر عاد عنده أعمار محددة عنده هو عنده شو من العوامل المحفزة تعجله فيها العمر في إنسان بالنسبة للراجل هو 45 سنة إلى 50 سنة وبالنسبة للمرأة هو 60 سنة 55 إلى 60 سنة. يقال هذا لا واحد العامل المحفز. كنا نتكلم عن الأمراض كل واحد من أمراض القلب عنده عامل محفز. بالنسبة أساسا للتصلب الشرايين في العامل المحفز هو عدة أساسا اللي هو تدخين نتكلمه تدخين هو من الأساس العامل المحفز ومرض سكري وضغط الدم ولاسيدان ثالثة مثلا قلت الرياضة والسمنة. السمنة بنوعها السمنة اللي هي السمنة كاملة والسمنة أساسا الحوضية اللي هي لوبيستي موربيد هاي اللي يعود في الحزم مثلا الكرس أساسا يقول بعض الحسنية هو اللي يعود لاقب وهون خطأ طبعا شائع عند الناس إنه هو في اليالة يعود أكبر بالنسبة للراجل من هو بالنسبة للمرأة اللي المرأة مالته يتخطى 92 والراجل يتخطى ذاك يعني تيجي يقولوا 98 شو يقولوا 102 المرأة شو يقولوا 88 شو يقولوا 92 إذن هذا بداخله والله الكمي تكلمنا عنه والله قلت الرياضة قلنا والله ما نسبة زيادة نسبة الكوليسترول في الدم هذا أساسا عامل وفهم فاكتور آخر والله عامل آخر أساسي هو العادة أساسا في المدن الكبار كاملة هو الاسترس استرس اللي هو ضغط العمل الاسترس دكتور ثم تخاطبوا شنو الناس اللي هو متخصص اللي هو ضغط هذا 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 عامل اساسي عاد اساسا عاد يدخلوا ياسر في اخبار العوامل المحفزه لامراض تصلب الشرايين اللي هو ضغط الضغط على العموم ضغط الشغل ضغط المدينه لكن هذا عاد ساعود اليك دكتور للحديث عن الامراض الشائعه في موريتانيا ومسبباتها وأعمارها اللي تصيبها وعلاقة ذلك بالصوم طبعا نحن ما زال عندنا إن شاء الله وقت للنقاش أعود إلى الأستاذ الفقيه اليداري تحدث الأستاذ الفقيه عن جانب السلبي جانب الإيجابي أو ما يقول يمكن يقال أن مثلا المخدرات أو غيرها أحيانا تستخدم في الطب وأحيانا تستخدم في جانب السلبي هناك جانب آخر وهو الجانب الاقتصادي يعني دخولها في جوانب تجارية أخرى لبعض البلدان حتى قاعد الدول يعني ليس بالأشخاص هل إذا كانت مثلا بعض الجهات أو بعض البلدان حدث مؤخرا أن في بعض بلدان في العالم نتيجة الحروب ونتيجة المشاكل بينها عاد المجتمع الشعب ما هو جابر شي يعيش به ولذلك عاد يحرز حكم المخدرات وهي اللي قاد كأنه يسير بها حياته ويعيش به موقف الشرع من هذا الجانب شنو وما عندهم أي بديل ولا عندهم أنه بديل به الشرع ما لا الشريعة أن تحرم شيئا إلا وله بديل ما في محرم إلا وبجانب ما في حرام إلا وبجانب حلال هذه قاعدة متأسف. مسلمة ولو أن الحلال مفقود لما كلنا بطلبه حلال ما دام الحرام يوجد فالحلال يوجد والله سبحانه وتعالى حرم الأشياء التي حرمها والمحرمات هنا درجات كغيرها لأن الشريعة تحريمها يشابه ما يسمى بالسلم الإداري هناك تحريم السلم يعني درجات الربا مثلا على سبيل المثال الخمر مثلا أنواع كلها كل الخمر أنواع متفاوتة فيها مثلا ما هو أشد إسكارا وفيها ما هو أخف وفيها ما هو دون إلا لكن هذا كله خمر الربا كذلك فيه كثير وفيه قليل وفيه وكذلك الزنا فيه كذا وفيه كذا نظرة العين زنا وكذا معناها هذا كله زنا والشريعة تأمره نظرة شمولية ما يسمى بنظرة المقصد والوسيلة معناها تحرم الوسيلة لأنها حرمت المتوسل إليه وهكذا هو معناها حرمت أحلت شيئا أحلت وسائله حرمت شيئا حرمت وسائله
إذا بحث عن الحلال وجد، ولو مثلا حتى كما يقال الدنيا ولو عمها الحرام يبقى رزق المؤمن منها حلال. إذا ما فيه بلد، ما فيه مثلا نقطة في الشريعة إلا وهي متوازية مع نقطة أخرى. إذا كان هناك محرم هناك محلل، وإذا كان هناك سلم هناك إيجاب، وإذا كان هناك، وكما قلت الشريعة عبارة عن سلم إداري، عبارة عن مقدمات، عبارة عن مقدمة صغرى أو مقدمة كبرى، وعبارة عن الشكل أو سطح الشكل إلى لا مثل آخره. والذي ينقص الناس اليوم أو أكثر الناس اليوم هو الجهل أو التغاضي أو العدول عن مقاصد الشرع وعن سبل الشريعة، وبالتالي ارتكب أمور قبل أن تبحث عن حكمها نظرا لجهل ما، ونظرا أيضا لطغيان ما يسمى بطغيان العصر أو طغيان المادة أو ما يقوله العصر العولمة وكذا. إذن هذا كله، فلو أن الشريعة نظر فيها نظرة متكاملة بعيدا عن مثلا تضييق، بعيدا عن مذهب مثلا معين أو بعيدا عن قاعدة معينة أو بعيدا عن كذا، ونظر فيها نظرة شمولية، لأن الشريعة عبارة عن شجرة وأغصان المذاهب متفرعة منها. لو أنه نظر فيها نظرة عامة من المسلمين كمثلا أمة مجتمعة وحتى من مجتمع معين، ما وجدت أي مشكلة. ممتاز. إذن سيادة الفقي، لدينا ميكروفون الخيمة، وطبعا الأسئلة التي يوجهها المشاهدون الذين وصلوا ميكروفون التلفزة لنتابع هذه الأسئلة، وبودي لو استمعتم إليها معنا وتابعتموها حتى نتمكن من على الأقل الإجابة على أغلبها إذا سمح الوقت. نتابع. نبغي نسوي الفقيه عند الناس اللي تختلس المال العام وتزكي منه وتحشش منه الناس عن هذا. شنو هي رؤية الفقهاء وشنو هو موقف الفقهاء من القضية اللي هي، ولا قد سمعناهم يتكلموا عنها، نختارهم يتكلموا عن القضية اللي هي مهمة، اللي هي الناس اللي كما قلت لكم تختلس المال العام وتحشش منه الناس وتبرر عنها، هي تختلس المال العام بتحشيش الناس وبياسر من المشاريع الخيرية. وأنا ما نعرف شنو بتاك بيلي فهم قضية فقهية عن يقول عن الفقهاء يقولوا عن رقاش حشش رقاش، والله ما حششته ولكن حشت العير. نختار نسوي الفقهاء عن القضية ذيكية الفقهية، لأن نحن هنا صيام رمضان، ولأنه نين ود زمن العيد يتعاجوا لنا الأليات، نين ود تقال تمشي تلود دقديك تم تتعاج مع الأليات ما محرمك، وانت نيتك ما في شيء الا انك تلود الدقديق، والله ما اللي تبيع حيوانك تو من درا يسال ايش. اذا سمعت الاسئله، السؤال الاول حول وراء السؤال الاول لان اربط معاه سؤال اخر. نعم. اللي هو حتى مختلسي المال العام يزكوا منه ويحجوا الناس ويعدوا المشاريع الخيريه، حتى هم اللي متاجري المخدرات اللي تطاولوا في البنيان ويركبوا أرقى السيارات، وفي نفس الوقت هم اللي يمارسوا هاي المهام، يعني يحجوا وحدين ويصدقوا بذل المال الحرام اللي اصلا مصدره حرام، شنو هو موقف الشرع من هو الحرام؟ هناك الحرام لذاته وهناك الحرام لوسيلته. هذا الحرام لذاته يعبر عن الفقهاء بالحرام، والحرام لوسيلته يعبر عن الفقهاء بالممنوع. ممنوع معناه الحرام لذاته غالبا عود منصوص بالقرآن والله بالحديث، الحرام لغيره عادة مستنبط باجتهاد العلماء. واضح. قالوا الممنوع، وكل هذا كامل كما أشير إليه آنفا كله حرام كامل في نظر الشرع، وإن كان مثل وإن كان متفاوتا لكن كله حرام. ولا شك أن هذا الباب الذي هو المخدرات واختلاس المال العام، واختلاس المال العام، وهذه كلها محرمة، لأن السرقة محرمة لذاتها منصوصة، والخمر محرم لذاته أيضا منصوص، وإذا تصدق منها الإنسان أو عمل منها أعمال إذا لا يجوز له أولا أن يكتسب أن يتكسب بها كما قيل آنفا، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. واضح.
وهذا هو الذي أخذ على الكتاب من قبل، أنهم حرمت عليهم الأشياء فاحتالوا عليها. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، إذا احتالوا على الحيتان واصطادوها في اليوم الذي لا تصطادوا فيه، يوم محرم عليهم. كذلك لما حرمت عليهم النهيتة أذابوا شحمها وباعوه، وكل هذه حيل حذر منها الشارع. وإن كان حيل الكتاب أكثرها على ذات المحرم، أكثر حيل الأمم السابقة على ذات المحرم، وأكثر حيل الأمة على ذرائع المحرم، على الذرائع الموصلة المحرم. ولكن كله حيل، كل هذه حيل وكلها محرم وكلها عدول عن مقصد عن 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 القصد الصحيح للشراء. وإذا أنفق صاحبها منها، وهذا واضح لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كما في الحديث، قل لا يستوي الخبيث كما في الآية، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. إذن هذا حرام، إذن هذا كله الإنفاق منه لا يصيره طيبا ولا يقبل من صاحبه بذلك السبب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الحيل على ما حرم ولا يقبل التكسل ما حرم. هذا شيء مفروغ منه شرعا. ممتاز. السؤال الثاني يسأل، وهذا دائما يخلق في الأسواق، ذيك الناس اللي في زمن الأعياد كيف قال تعود الناس تتعاجن كامل وتتماس في الأعياد في الرجال، هو يعود وقال ما فخلاقوا شيء يبيع تجارته والله رافد حيوانه وتمسه مرأة ويمسها، ومثلا هذه ذيك الحالة ذيك اللي تخلق شنو حكمهم هذا؟ وقالوا وخالص من الأحوال يعود معفون عنه به اللي يعود سبب مثلا غير عادي أو سبب مثلا، وخالص من الأحوال يعود من اللي متسبب فيه. ينبغي أولا يعود الشخص على حذر من هذه الأمور ما أمكن، وينبغي أيضا للجهات المعنية أيضا أن تكون أيضا في هذه الأوقات الاكتظاظ اللي ما هي عادية، يعود من اللي فهم تنظيم بحيث أنه مثلا يعود إلى آخر شيء من ذاك، يعود مثلا عادي يعود مثلا ما هو ممتاز. إذا لم يمكن تمييز مثلا بين من لا بين مثلا في هذه الحالة بما تنصحون؟ يعني وجود أسواق نساء وأسواق رجال؟ ما أقول لأن هذا تخصص في جانب مثلا تنظيم جانب إداري أهل القائمون على الشيء يدعى به، لكن أقول أن الشخص ينبغي له أن يحافظ على ذلك. والفقهاء يقولون وينبغي أن يفرد يوما للنساء كالمفتي والمدرس، لا مانع أيضا يعود مثلا فيما فيها تنظيم إلى عد ما هو إفراد، يعود بعدهم تنظيم يعود يخفف من لا يمكن أن يقاس على هذا، أنا لست فقيها، ولكن لا يمكن أن يقاس عليه مثلا سفر النساء والرجال في السفينة سفر منصوص مثلا تمايز فيه منصوص مثلا المرأة لا تسافر حذر عنها، اللي ينبغي لها أن تكون مثلا فيه. كذلك هو كل مسألة بحث عن حلها في الشرع، يوجد حلها في الشرع. العلة أساسا إنما هي في عدم البحث عنها أو في البحث عنها وترك ما يلزم على ذلك البحث، هذه هي العلة. سأعود إليكم سيادة الفقيه، انتقلان إلى الدكتور محمد. تصلب الشرايين قلت أنه هو المرض الأكثر عندنا هنا موريتانيا، هو من الأمراض التاجية هاي اللي نقول شرايين تاجية ومنها وسببه موريتاني بالذات أساسا تصلب الشرايين، وتصلب الشرايين كاملة الشرايين. نقوله قلنا قبيل العروق اللي مش الدم من القلب شور الأعضاء قلب الشرايين كامل، تصلب مجيهم كاملين. الجلطة الدماغية أكثر سبابها هو تصلب الشرايين، زين به اللي يصلب الشرايين اللي في الرقبة اللي مشي الدم شور الرأس. لو جيع الصيقان اللي حد أدم قواطر إنه يشوف الصيقان وإنه يجبر مرش من الناس ويوسعوا عروق، لكن نفس الشيء تصلب الشرايين، نفس الشيء يخلق في القلب. اللي عنده الآخرين يشوفهم أساسا القلب ما ينشاف اللي يخلق له، زين. وقلنا السبب هو ما فهم السبب ذوك، هو بس هو يشغل فهم عدة عوامل اللي تجمعت هذه السبب. هو فهم شيء يتكلموا عن الحالة المستعجلية والحالة الغير مستعجلية. وين قلنا العوامل المحفزة للعموم حسبناهم، قلنا بالنسبة لأن التدخين والسكري والتانسيون وزيادة الكوليسترول في الدم اللي هو نسبة الشحم في الدم، والراجل أكثر تعرض له هو من المرأة، يكون تود المرأة تقبع عوامل الحمل موانع الحمل، وقلنا زيادة في الوزن
وقلنا ما اللي قلت الحركه اللي قلت الرياضه وقلنا انه ما يقبل ذاك الضغط واضح. هذا بالنسبه للعوامل المحفزه. بالنسبه للاعراض والاسباب شنو هم الاسباب؟ هو القلب يشد قل يقل يحتاج لك في جسم الانسان يحتاج شو غذيه غذيه شنو غذيه الشرايين التاجيه الشرايين التاجيه يجيبوا له الاكسجين ويجيبوا له النيتري مع المسائل كامله اللي تغذي بهم القلب الين يخلق خلل بين ذا اللي يطلب هو القلب من ذا اللي جايه هو اللي يخلق السبب يخلق الاعراض. الاعراض يخلقوا شنو هم اساسا؟ مرض القلب يخلق فيهم عده اعراض واساسهم هو الالم. الالام تخلق في القلب. والله ما يضيق في التنفس ويعي مادي فقدان وعي يعي خلق والله انفياض في القلب. هذا اساسا من الاعراض الاساسيه اللي يخلقوا فيها يخلق جميل يخلقوا اساسا. لكن يخلق فين؟ بين الميزان وفي الميزان. في الميزان زر فيه ذا اللي يتطلب القلب من الاكسجين وزر ذا اللي جايه. ممتاز. ذا اللي يطلب هو يدخل فيه عده عوامل يزيد اللي يطلب هو كيف سرعه ضربات القلب وكيف الطعام. وذا اللي جايه يتدخل فيه مسائل ضيق والاساسي فيه السبب وما فيه شيء اورجانيك فيه شيء عضوي فيه شيء وظيفي. وظيفي هو اللي عود. ذا اللي يوصله ما يكفي خير. عضوي هو اللي تصلب شرايين هو اللي عود ثم تضيق واحد من الشرايين. وهي مزات لا حاله ما استعجاليه ونوصلوا الحاله الاستعجاليه هي اللي تسبب ذبحه صدريه. جميل. هناك لدي مصطلحات سأناقشها أسألكم عنها إن شاء الله دكتور. قبل ذلك نأخذ ميكروفون الجانب الطبي الخاص بالخيمة الليلة لنتابع أسئلة. سؤال طبيب مالي أنا طيح فيه المجبنة نيؤد نحس في كتافي نقول يطلع لي شي كيركوس ولا شي بعد من نهارات ما هو كل نهار غير بعد من نهارات ونحس نقول يطلع لي شي هيك تشوف اصلا من الكلوة قطع درت لها فحص واجبرت فيها حجرتين ما قبلك رسالة فقيه وقال لي حد فيه الكلوة ما يصوم جبت رسالة للطبيب وقال لي حد تم يشبع أتوه ولذلك ست أيام صايم حسيت بيقطع النجوم ولذلك نقتله كان يتم ماصر الصومي والله نقطع. إذن سمعت معنا أولا السؤال الأول صاحب هذا صاحب المجبنة قال إنه يحس بكتاف ويحس إن تقبل المجبنة يحس بكتاف ويقول عم يطلع عليهم الكوص. الكوص جهات موريتانيا قال النمل إنه يحس بشيء تنمل والله رواية يطلع على كتاف. المجبنة موريتانيا هي المرض اللي الناس كاملة عندها المجبنة. الناس كاملة قاوة المجبنة. المجبنة تكون مياس المسائل تكون من عند الفم عند يبدأ قو قايس الكرش بيلي لوز البلعوم يوصل على ذاك المجبنة من الفم ساعدك يشو المصاري. والمجبنة شنو هو بيلي هي في هي عدة بليدات كلهم فيها اللي حمضي وفيهم اللي قاعدي هو اللي يقولوا احنا المجبنة. المجبنة من الفم اللي فيها حمضي اساسا عشان الاحماض ينفرزوا عليه نجي الطعام يطلي يوصل عليه ينفرزوا عليه كل الاحماض حطوط حمضيه يعي يعود ما فهم كيف حط صايم والله كنوت ممكن الفرازات خارجين يقل طبعا يقل خارجين ويسبوا للناس يسبوا للناس ذاك الحريق والله كل الالام اللي يخلقون والله ما اللي يطلعوا الاحماض شور البلعوم البلعوم بليته قاعديه يطلعوا شور ذوك الاحماض يسبوا ما ياكل الحريق شين قالوا هذا طلع المحور يقولوا قالوا. وبالنسبه للمجبنه في عدة امراض يخلقوا لها من تجراح المجبنه من نفسها وفيه يعود من نفس المجبنه طالعه فوق الحجاب الحاجز من عده اسباب غير ما فهم شيء ما هو يكوى يعودهم السير من زاد قرحه معديه ولا مرض يكوى في المجبنه هو اللي اساسا من الامراض اللي مفترى وهو الالام الخير العاديين ما فهم شيء. جميل. هذا واحد قال على انه اصلا اجبر حجرتين في بالك اخبارك لحق لك لا بد لهم من الماء لا بد من الشراب باللي هم اللي صفوا الدم زين ويعود الدم لا بد من الشراب حد فيها حجار لك اساسا قال انه جاء الفقيه وانه قالوا انه يفطر وقبل جاء الطبيب وقالوا انه يشبع لكن الطبيب من درا كان اخصائي امراض الكلى لكن خبر هو في ذوك المسائيات وعدل الفحوص وسووا له الاخبار سنه الى طبيب عام صيالته شوف طبيب اخصائي في امراض الكلى عاده هل الاحجار لك لبع ما عاده ما يصوم
حال عادي، ولكن لو اخبر فيه اساسا الساعه العاد قطقاص طبيب قال له شوف طبيب هذا اخصائي امراض كلى ما نقدر نفتي في بلو باللي اخبر هو فيك، ولا تصخص على اخر من احسن المسال عاد المسال يشوف اخصائي امراض كلى هو اللي قد يجاوب الجواب اللي هو قال انه اليوم حس بها له ثلاث ايام صايم ولا اربع ايام هو طبعا الكلى وقت قبال الم هو قبال ما معلوم في الشراب باللي حجرت اما في الكلوة والله في البن منين مشي اللي يمشي منه البول قايس البول والله عود مجهم بولين بس ياك ما يلتم ولا يعود ما يلتم نشاف ما معلوم فيه حتى جميل. سنأخذ إن شاء الله استراحة قليلة ثم نعود لمتابعة نقاشنا في جوانب الأمراض القلب وقضية موقف الشرع من المخدرات. استراحة. إذن مشاهدينا الكرام الآن سنأخذ فقرة اللغات الوطنية، وطبعا ركن الليلة هو الخاص باللغة الصنوكية، لنتابع. السلام عليكم مريم ترينكانو خوم بينغو ترينكانا جيلي تنتوي ناما لا توي نا ولا بيسكوني يتغون دي جامو وتخسو داني. السلام عليكم. Allah gana sun khasu sukoyi mortani television ay wasun ku dabar nogati dangani khayma ramadan yo lengi qadi masala takum bakki be akata ke sun khasu sennebe kamani ngara koyi hakan ke be nyamar yu ben gado sun khasu ke batinga ado hinu ben gon fonta yana sun khasu ke batinga qadi yo ora modin qiri akata no fatam panchu dabar no dangani agani mohammed lamine bokar jagana odan tiga odan mama odan noru mo siringa anga kato ke hakati kinni marum nga iga terinka en dabar ni kewa kata ke sun khaso senya hinu benu gada batinga kamani nga garanya magu benu kini faringa sallallahu alaihi wasallam oga batini di batinga jina ke katunu khalasin mogombe sum ko katunu ragene mogombe dawun benu gada batinga sadaqun benu gada batinga fason uta ube gado sun khaso ke batinga oda hollaku muni jagana anna masalanga anna jopoda ando marum na me kun kempala na masalanga bismillah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقين ورا بانس كنجان غبي وانغ دينغرا بي وقت بانغاي والله نجانا غنا سومي كي تمن موصرين ورا قصدا غني غنا هيني كو تمن موصرين ورا ورا بانس كن. يو ساسا محمد لمن بكر جانا هاي كلينكي وانا نيلان كويني تاهيلان جينا مثلاً تابي أودا غرلينكي أغني فسون متابو بيجا سون خاصوندي الله يفرام بانشون دبرنا دعاني سارو حقارين بالله بوسي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد يوماري مورا التي وصل النبي نمك ما صلى الله عليه وسلم ولا وأخسكوني سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بابا كويتو النواري جزاك الله خيرا وقالوا قل لي ايوا والله نيا غنا سنقو سكي او غرادي كوندو اغنا تيمن موسر نيا غدان ايوا الحمد لله ولا كيبي سومو ايوا والله نيا غنا غنا رغدان امين يو كياني باكو غارا كومو غبي وهاغارو قاسو بي دي كوندو قاسواني خيرين قاسوناني قاسواني غام باسو قاسون كوتونا كمان غدا خير خير ايوا سومين نغاني ايوا والله نيا غنا ايوا او غرا جيبو مو غبي وانا كيان كوندو امين يا ربي يو انا توغاد نانتي كيسون قاسوني خيرين بوكور نيا اسلام نغاني يو كمان غنا كويبي ان الله تيغا أني غوهتي وأنا قبل أن بغرغيتي ولا كني مخبرة كمان ينبسون تغنبان يعني أغدا أنت واندي يكوبين غغفاتي وإغامات ويغدي كم مغبان كمان ينبسون على كنيا ركوتو ننتقوي إنتا ويني يوغطا نسوهتي يو كنيا ني أغال لغدا أنت واندي أنا دلغطا ننتي كن دبري أنا تننتي وسنجان ينبوكورين يعني ناتوتي طلحة بن عبيد الله حديثنا ايوا اري ادمك يا والله ننتقو يمه اللي اغن نغنو الله ارن غتين يا عليه الصلاه والسلام يغري كنا يرو سلام غندي يكم بالي يرو غجان غندي بانك فاتي غدا ايوا شي انيا شي دون كننا
يو كم بالي باني كي غارة سينة بيرة كم بالي أيوة كم قارفات يو خالد غارة كي كنا كم مفاتي سيري 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 إنكن أمايا سيري إنكن ناني يو كم بالي على وري كوني ننتي إيه لسرو الجنة خا كنا كيف قال غارة فاتي نكين يلو الجنة أكاني يو ناني كين قامانيا سيري إنكن ناني أغاس سيري إنكن نانا فدرنا ولا أنغا تنا ما قامانا أتو إنتيني ما شاء الله يو كني لسما إذا قاكو الله هارن نغاني عليه الصلاة والسلام الله هارن تي نغاني صلى الله عليه وسلم أدي كده كن خا كوافيا كن غلا سما أنت على سينة برهالة، على سينة فلان شلة برهالة، فلان شلة سلة هالة، على سينة برهالة ناسون قصون شو ما هالة، إيوة توكون كنا إتيان هانكاي، يو أتي أقوى قتني كينيا لا كينيا برا دعاني، يو كينيا كوين أنت سون قصو كيني هو قوري أي، إيوة والله بره كي بيوغان وغندي كنا هو قوري أني، إيوة أنغ نانيا الله باتينغ، يو كينيا أني سون قصو كي قدي، كمان إنه سبحانه وتعالى إيوة أدا نانغو أدانغاني أنا سوم. يو الله داري وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أتقان أن تصوموا كنّا بسوق دعاني أغنى قعاتو. يو كيسوم يكوندو سوى كيسوم قصو كوندو. إيوه القرآن سنّك القرآن داريك القرآن قارك القرآن كلّمون تكي أيام قد كي إيوه سوم قصو نغنيه. هو قعاتو مغبي. الله قداري شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يو أتيك قصواني إيوه القرآن قيانقه. يو كمان إنه سبحانه وتعالى أهين إندا فسون تقول نغني هذا إيوه أهين قبي هذا كي قصبانة فلنا غكما أمانة هلو أمانة سكو يو كنا كوين أنتي كمان إنه إيوه أما قط مورطوي هذا هين إنه مورطوي هو أي مقركم غبي أتي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر كمان إنه نويا مورطغي أما قط مورطغي الله داري يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات يو أتي كمان إنه سبحانه وتعالى أتي لك في قصو إذا فلنا وكما قوي غدا فلنا وصرم بغير غكاني مغبي إيوا كدو من هو قناني الله كنانو وانا غندي بك سومي كي قرو الله كنن نابو إيوا قدنا بو يو سومي كي مانا نكني أهيتي إنو دغوندي ولا إنو دوريندي أي يو كنياني أتي بيتاير غنتواني بيتاير غنتوخاني باسكو انغانا هاي تانجي كي بيتو انغانا دو سيني كي كوتمباي إيوا هويتي يو تانجي كي بيتو هاي كينقا أدي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يو أغاني يبي أنغا ترني والله وات واتجانا أن كون كوت أن يجيغا سون كوت أنغنا دنجي أن يتوغا. يو أتي يو كنياني سربي غادي أغاني يو يو كاسينيا غاني سربي غادي والله يغانا كاسينيا غاني. أكين يرا غني كوت أرانتي سوموني كيتا أنا أتا موندي كوروس أنا مسكينا يغاني. يو كيسو دا كوي منو نانتي كو يو كمانين النوايا مورتوي. يو سربي غني أنغا ترني غادي يو ترني كي وقت أنغنا غاني أن يجيغا سون كوت أنغنا دنجي أن يتوغا والله واتينيا واتي كي كوتينيا غاني يو أن يجي سونكو سونغا ديغان ناتوغا ما شاء الله سومين قدي حال مارن مين غانا سوم ان نات نانتي فايدام بو قورن ناندان هاي كوتا باني كاغان الله ارنجا بي عليه الصلاه والسلام اتي من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك لموجهه عن النار 70 خريفا اتي بي غانا سوم كوتا باني الله دان غاني كين كوتا باني ان ياتي الله ايوا كمان سبحانه وتعالى انا اني صلاه ني بكاي يمبين تانيري سيني يكين قاني كوتا باني كاي ايوا ما بالك ان غانا سوم قسو كي سوم ان راتي ماندي ادو نافيدك كوتونچو مو يو ايوا سوم قسو قدي ناتو نانتي كو خيرم بو قورنيا ناتو واتي ايوا قصصو هيتي ايوا امامو قصصو نانتي ايوا اغاناكي نانتي الجنه ولقون غنيني جنه ولقون تغني شيطان وقريني غانتا سون قصو يو الله رانا كنيا كو عليه الصلاه والسلام اتي اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين يو اتي الهوي غناري سون قصو غناسيغي ايوا الجنه ولقوكو سيغي سون غنيني جنه ولقوكو نيري سو تغني يو شيطان كي غابي غنينا سبب يهار مرم اغي ايوا ايرونو هي بروندي يو كمان ان كان قاقرونو يو كدو انا واسيتين جنو مؤمنون اغي جي غي جغنا والله غا يسو سالوني يسو نموندي يغا واسيني ايوا يغا كاتونو يغولو كنيانا تيمو ايمو يو كنياني كمان ان ادو هاسا ايوا ادا سيرين قيمبن نبارو دانغاني كدو كيسون قسونو غناري او غني بكا سون قسو كيدي وانا بو رالان كاني نابو كنياني الله ارين عليه الصلاه والسلام اغاريت الله منبرين كم منبرين الماني غني خطبنا غا سكن كبي كم يو اغاريت الله ايوا اسكاري هانن كم اتي امين هيلنين اتي امين سكنين اتي امين سابن دا ترني كو امين قامن ني منو يو اتي جبريل يلي ننتي كو سربي andan charanum pilinya domi amma droko te khempel bari ewa mandi ga hatene bakami andi sudu ga hatene bakami ya ewa ma kenga nyana sababu ya anga aljanna kita walla nyi menga dingono kenga manga ewa harati kenga kita ma ka manga ewa harati kenga gami imogontu agara hira bara ganta kawa yo kenga wala yaz billah ataqembono walla nugoninga atereqini nyinga kwa ataqembono atananti amin allah haranti amin ai laninga ataranga serebe sun qasun garo maganye mene ewa anke modroko te sudu bari ewa khairi kebe suka koni sun qasun ngondi ewa anga makita ewa makenga nyana sababu ya anga uriyaz billah ala garunga bonno mashallah
adanti amina ti amina sikalin hobe atiyankin nan nabi ampin gana ko ni serebe jondi amati sallallahu alaihi wasallam ko masallanki nan mako donc har mare min pertin po korenya sun ko sonna luma gani me aywa ana yamma hokita kenyan allah arin alaihi wasallam ati fi fihi laylatun khairun min alf shahr من حرم خيرها فقد حرم يؤتي خوره وكيسون قصون غندي اذن ليله قدرك اتي ام بس وجيني قصو الله مبتي يو خو الله يمغلكم القران غني ليله قدر خير من الف شهر يو ليله قدرك ام بس وجيني قصو الله مبتي وجيني قصو الله مبتي جمي تانجيرو سينو سيكي ارو قصو نقاتي يو هو بيغا كن غندي اتي ايام باساي ارام باتاي كيبي غادي ايوا كين بانا ناتو yo atibi gana kume ken wuro e wa qeringa aka manyani kumana nga ken ga manyan kume don har mana min nan duro koto kebe suka ke kaso na gondi na utu akota hana daga wada kota lagare an na duro koto yin da bari duro koto yin kempe an na khalasi allah dangani an gondu kusu aro ko yin da gabo yin cu an nan duro koto an nan cigi sada sun ko suki ga dangi an na du sabari ndi an na du tigi e wa hiwi allah gara kaba e wa an na lato bakai ibe allah ga munda an na hay an nan ka turahin da bari yo imatan na honya an gallanta yo kan gallawa kebe dake an na duro koto ganga ke benya nan panya nan yimma dangan yo na wata nan ani sume ke na wata nan ani tarawih ke sikenga na wata nan ani sadaqan e wa bianga bagandini na wata nan ani e wa anga qur'ana karanga na wata nan ani zikrullahi ta'ala kinni me dime annan maga ho to non angalla wada barni anganta adaban na ina da bari yo kenya ne annan barajinga an cu membarajinga na jidi yo basu suma nun e wa iwa bakame wure yo suma nan yego wara suma tan ara dukuma iganen do e wa ho yentan yo jinyetan yo ka ho honta da ni sume ke di allah gano kisai yo kenni ho akamanga asumutan ko yinati sumu yo ka anta gilli maganceni anta gilli garana anta gilli ewa kayindi ni anta gilli langandini ewa nene ke waho kono yo walla ke gadi toroki ga ho tringana yo kenyani har marmen na qabana ndangi nonga keta ewa sunqa sun pediki sunqa sun mari tikinga sunqa so li ago sunanin bako ojun bunyadi ewa ago qurandini ya ogane bako ro allah kanen nabu yo suma nan nan qaba aywa hinu yo nani haqilan tuqiyat ewa anna hay ewa anna qurana karangin gabondi yo qur'ana qasunyani ingana dangi anna sadaqin denga bondi sadaqin da kira ko inda gawe ewa angana katoka di anna sumana anna hukinani sumunkutu anna tunanti abaraji kemi wasai nan dangani ewa natoka di ko yinta ho baka aka man baraji ke diga kinna ewa anken wallahi ga kinni hoki hoto anken magi ga kinnai yo kinna na gadi anna durgoto allah hin konninga subhanallahi wa alhamdulillah allah akbar la ilaha illa allah kundi medime yo saranga tele wakatini ke ay kento gonunga wala anaro maganche ndidi wala naro e wala ngandidi wala naro hokon ni agaman kare yo anna kunto gonu am pasu yo kinga na dangi gadi hobi gakata e wa hinu tanan gadi allah kun kalabar nan daga e wa sere watin te kuni kuntu goddi suru nyantan goddi suru sanga kata dabar anna tanan di abaraji wala kengi chu gahiti e wa anna sawanna khenqe anangane khenqe ha kadbe annan ngani nanti ya kini honna tu mana kuri gakata no gilli iga ide ne allah mbatte kontini anna to kem pakati ngadi ken ko gesa nan nan baraji don kinya har mare min nan duro koto anna maga ngati nga anga bononi ko yogonu o ga mu ko yogonu ngati mo gobe wana tankari wana wakati ngari ai kembe sun ko so mari tikin nga yo sun ko so mari tikin nga ina nya carte joie inde ken nga onan duro koto nan latu baka kun keta e wa har mare min nga annan duro koto e wa anna hay anga avance na yo anga jidi ni allah kanin anga jidi ni allah batin anga jidi ni allah tinto yin yo ayan basu har mare min anga na hay ta gani tuju ranke nga sagin halle wari ya billahi kembe ti taguma jisre yake yo kenya ni kharamu hay kilinki haqqan nasara billa bosi kebe hakata nahilan ko karanga gilliyanga daga nahilado jama batinga anyile katakan allah yille ni nahilan wuro kedi ma nahilan ko ka kempe nya ko kare yo nahila ke so ngose ken gondi allah harinda ke akhibarin ko mosiri ati man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi yo ibiga nasigi ramadan ke anda susigi wuro ko andi susigi anda nyati ewa tongondi nyai anda nyati allah ewa anda baraji nyamur am hotana sumuru kama nena yampa ma hobega danga anjinu bununga yo lele to qadir ke kanga nata we kanga rasigi kemo ko bana yo ke kundu ke tarawih kundu allah harin alayhi assalam ada ada jopa yo ada saliti misire nga jamanga ewa subhanu salida batenga yo bitahilaninga kuna surata na buwa gadi isalida batenga yo kubenu ga salida tahana nga ira surata na khibari yo kunga iri uronga urilaninga jamanga bo urusikaninga jamanta langabo ewa misire nga hogo allah harin kuna amabukati ya yile nga kare gara fajirin challi tenga sahaba nugo ati qawri jamanga ida wari yo hobe gani ga mabugu ikanuwa amma ga nya kakan mawajibi kana kora kiyandin yo kempalle ato asaga salini abani ewa magafatini abubakar siddiq ga gari kem mo bana gadi magafatini kenna sino hile bira kempalle yo umar bin khattab gari wakati be aga kem mo bana ni debinga yo kempalle kuna
korani ga gari mi sire no gonya dani yumu hilli wasalli kara bani wa kara yumu siki wa kara yo kembala di suka home na Ubay ibn Ka'b nan tiken nan chaditiya Ubay ibn Ka'b ga sadi kembale ati tarik ke bida ko kebe ke igar kundu yani wa asirin yani yo kembale sahaban chaga dabarni yo isaga dabarni mi sire no gondi yo ke kundu yi jopante yego ko paske Umar ibn Khattab ya ara sawo man kama ara sawo Allah harin gollenya kama mashallah yo ibe ganati kuna an ganya nan kan no gondi yo basi tadi وتي سالينغا نافيلان نانيا كان الله هارين دكي نياكو عليه الصلاه والسلام اتي افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوبه يو هارمر من شالينغا يو كو نانيا ان كان دي ام باسو غانتا فارلان شالي يو ان دا كينيا ميسيد نوندي يو كينيا ني مننا اغانا يان سانغات نون تانغا سريكيتا كبا سادي ندمي كانغا يو باسين تادي اندا انجما وكانا مين كان كانا سادي اندا ان كان كانا سادي دوم يو كينغا هي كنا اغانا سريبي واتي يغانا سادي كانغا ايبانا ني كو ياغاري ولا يغو نياغاني سينتو هاي غانا يغو نياغاني مي ابانا ني اغانا di kanga bino no khen konga dengene awalam pun yo nan daga misirin jaga kanga ke kanga basin tadi yo kaga na sali kanga gadi yo kinga gadi ame kana me kaume yo basin tadi yo ana maga ko kanun to ko ana me nya ko wa qabrun o ganta salini yo kenyani wa anga ko mo ko be ko anga ho be salin yo rakanu ku tamwani yo Allah harin ga ashi daga ko mo ko be ata Allah harin ma de mu dangini rakanu tamiro bani yo ko ramadana ni ramadana halle yo ka anga na nya tamuru siko gadi yo fami eta na nan to ko tamuro bani kini ko mani watri hoy kentai shafi kai watri ku hilintai wa rakanu ku hilli me anga shafi kai rakanu ku hilli ka na tamuro siko yo iswa Allah da yi disu da bari yo ka kunan gana jidi gadi tamuke gadi basun tadi na to tare hadisin Allah harin jabi alayhi assalam ati salatul layl mathna mathna fa idha khashi ahadukum alfajr falyutri bi wahida yo ati wa wuron challeni hillo hillai ibi gana kanu fajrin paying yingini wallahi keni bogene ana wa watrin da bari yo an ga kebe ko an ga sadidu jama'an batinga yo nan sadidu jama'an gadi almami batinga magana i halle ko ya kadbe annatu nanti abasan nan ngani wuron mu ma challe yo ibi gana daga an ga nahila anna du sabarin di annan muni malami nga ta sadin annan palle koy maka an palle koy almami nga ma do ta sadin yo an ga na yille kanga ko ngar ko mo gobe Allah wai sadini ewa ga na ngara shafin watrin challi basin tai ewa an ga na giri gurundi Allah wai na hokka hay yo kan ta ga watri keken pillan yo kyan nawari mo gosidinga lamil bokar jagana odan tiga odan mama odan nawari mo gosinga an ga kato ke darsu jabarni marum ndangani adu silami chuka o montu nga katun yi ragsi ko yon ga tinto nga ma ko yon ga lato nga oda Allah nya ga suda nga ni khair nga wotna Allah ga na sum kura go danga ni na batu kura go danga ni na duwa nu jabo danga na sadaqo Allah go danga ni kara hurunga Allah ga ni nema ni daga ren fisigira ke ni jati nga annabi ni dar nya liman nya na no ni datu mo kay ne badan cha kuno iga rosa ma kitu be ni Allah ga na kitu no ni dan kana wani nga na ni nyen farsa kumba ni besuga buyi kawon ko khawun chokki nga bakkan nyen mo gombe o suga sigi sama beranga Allah gan todi suya gundi nodi suka faare jama nga sallallahu alaihi wasallam marmu terinkanu khawum ben go terinkana gelitin to nga malato nga len ko da ke darsa ta gadan o xim pena gadan nga yera idenkiya o da kawa hakkat ne assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh اهلا بكم مشاهدينا من جديد عوده الى الاستاذ اليدالي حديثنا في حديثنا عن قطع المخدرات وعن موقف الشرع عنها السؤال دائما يطرحه الكثيرون اذا كانت تقاس بالمسكرات كالخمر مثلا هل حدها هو حد الخمر مثلا لمن استخدم المخدرات مثلا علنا او من وجد مستخدما المخدرات وفي حاله السكر او في حاله هذيان او هل نفس الحد الذي يتخذ على ولا كل ما يسكر يشتري المسلم المكلف ما يسكر في شروط طوعا بلا علم وضروره وظنه غير الى اخر مثلا النص بس المختصر لا كل ما يسكر اسوء بالشراب الفقهاء عبروا بالشراب به اللي هو الغالب هو قد يحصل بغير الشراب قد يحصل مثلا الحسو قد يحصل به اذا كل ما يسكر جنسه اذا شربه الانسان او استعمله طوعا ما عنده عذر ولا هم ضروره هذه الحدود يرجع فيها اللي منها ما هو منصوص يرجع فيه للامام الى الرئيس الى اولي الامر ما يسمى بالتعازير هناك حدود منصوصه وهذه الحدود ايضا كما قلنا فيها انفا هذه الحدود ايضا لها وسائل مثلا لها ما هو دونها يسمى بالتعازير تعازير يقيمها الامام باجتهاده
وعزر الإمام لمعصية الله ولحق آدم حبسا وللهوما. إذا هناك تعازي عيات تعود بالحبس، وهناك تعازي عيات تعود باللوم، هناك تعازي عيات تعود بالتأديب إلى آخره. مثلا هناك حدود نص عليها الشرع وبينها الشارع ونص عليه وعمل بها الصحابة من بعد كيف حد الخمر ذا، وهناك حدود وكلت إلى الإمام، تعازل وكلت إلى الإمام، وكلت الإمام يقيمها. هذا اللي مثلا تبين أنه من المسكر حده واضح، وما تبين أنه من مما يقرب من المسكر كالمفسد ما يسميه الفقهاء بالمفسد والمرقد وما إلى ذلك، هذا أيضا فيه تعازل وفيه أدب. وعلى العموم هو المقصود صون، الصون الخاصة والصون العامة اللي هو مقصود الشرع. الصون الخاصة معناها صون الشخص وصون المحيط اللي محيط به، والصون أيضا السوق العامة للناس اللي لا يدخلها ما يضر بالناس، ما يضر بالناس يعود سبب المخدرات ويعود سبب الظلم ويعود سبب المواد كما يقال المزورة، يعود هناك أضرار كثيرة. هذا المقصود من الشريعة، والمقصود من السلطان، والمقصود من هو صيانة الكيان العام وكيان الخاص. جميل. أستاذ الفقيه، في سؤال وصلني من أحد المشاهدين، يسول يقول على أن عنده تانسيون العينين وعنده قطرات العينين ما ينقطعوا أبدا صباحا ومساء، وإلين يقطر عنده السحور، إنه يقطرهم عنده السحور إلين تعود الضحى يحس بهم في حلقه من درا كانوا نهار وخاسر والله. قالوا ثانيا هو طبيبي ويعود مقرض مدة يوم كامل من الصباح إلى الصباح اليوم الثاني، وهو ساكن في الخارج مع مدة ما هم صيام، ويفطر والله العاشرة في الليل من درا الشي عذر في ذاك النهار كانوا يفطر والله. بالنسبة للسؤال الأول متعلق بهذا، هذا هو هناك شيء مثل ينبغي التنبيه له. هذا المكفرات والله المفترات لها جانبان، لها جانب نص وجانب قياس. اللي نص عليه الآية هذا الجماع والأكل والشرب، لا تباشرهن. إذا فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. جاء الفقهاء وقاسوا بعض أو جلهم قاس غير المنصوص على المنصوص، ومن المقيس التقطير، والتقطير ما هو واحد، خارج التقطير في الأذن وخارج التقطير في العين. التقطير في الأذن أقرب إلى المعدة أو أقرب إلى الحلق من التقطير في العين. وعلميا أثبت الطب العلمي عن الأذن لا صلة لها بالحلق، ما دام طبق الأذن مسدود، فإذا فتح الطبق يخاف من وصول شيء إلى الحلق، إلى الحلق. معناها عن التقطير من العين الفقهاء خصوصا المالكية عدوه من المنفذ، من المنافذ اللي تصل للحلق، وإن من أنف أو عين ما يسميه الفقهاء بالمنفذ العالي. المنفذ العالي معناها مثلا الأنف والأذن وإن من أذن، لكن العين بعد دائما تبقى أبعد هي من واللي يحس به في حلقه، اللي يحس به في حلقه على الاحتمال وصوله، الاحتمال وصوله. أنا بعد أنصح بالقضاء من باب الاحتياط، من باب الاحتياط وإلى ما قضى ما ظل عن خاسر. ممتاز. إذا نعود إليك دكتور. دكتور، في مصطلحات نسمعها نحن هذو اللي ما لنا متخصصين نسمعها الناس، نختار كلها تفصلي وحده. النوبة القلبية والذبحة الصدرية والسكتة القلبية، يعني هاي كلها تسميات بحيث بعد العربية مختلفة قطعا. من درشن هي علميا طبيا هم شنو؟ الذبحة الصدرية هي سداد واحد من العروق التاجية اللي يقيسوا القلب. العروق التاجية يقيسوا القلب هم ثلاثة والله، اثنين أساسا واثنين في واحد في الزر العسري هو يعطي اثنين، هم الياسين يعطي ذاك يتفرع منه واحدين، واحد الزر العربي هم يتفرع منه واحدين. أي انسداد في واحد من العروق ولا تضيق فيه يقدر يسبب ذبحة صدرية. والسكتة القلبية هي تبدأ أساساً ذبحة صدرية قد يجي مباشرة من وراها وقف القلب يتوقف. هي دائماً هذه الموت المفاجئ. ذاك ولا ينشو عليه. يعني فهم حالتين بالنسبة لين ندخلوا في مسائل أساساً الاستعجالية. استعجالية فيها حالتين. الحالة استعجالية غير مثلاً تقدر شوي تصبر شوي بالعرق فيه
فهم شوي من هو العلم فيه تضيق غير الأساس اللي يقلقوا هي شم الدم. أيوه. لا عدفهم كانت فهم صفيحة كانت كنا قبيل في طبقات القلب اللي قلنا قبيل نفس الشيء من طبقات العلو. أيوه. واحد من طبقات العلو يتقى بتطرطق الطبقة ولا يتعيط الكريات الصفائح ويجمعوا عليها كامش قالوا أجريقاسون فلاكاتير يجمعوا عليها. أيوه. وتسد ذاك العلق تعيط تسده نهائيا وهي الحالة أكثر استعجال لا بد يخلق افتتاح العلق يا إما مادي يا إما بلدوية يا إما بتوسعة مباشرة. هي الحالة أكثر استعجالية في أمراض القلب هي الحالة إن العلق ينقطع نهائيا وهي اللي فهم عندها مدة لا بد يجي المريض فيها وإلا كل ما توخى المريض كل ما عاد سبب هاي السكتة القلبية من المريض قد يوقف قلبه. جميل. إذن والموت المفاجئ هذا الموت المفاجئ هي الأمر اللي عنده علاقة بالقلب عينه. هي الموت المفاجئ 90% 95% سببها القلب. قلب. والسبب القلب أساسا اللي من القلب سبب ذبحة صدرية هي أكثر حال. فما أسباب أخرى فهم طبعا انفتاح الشريان الكبير فهم عدة أسباب أخرى قلبية يسبب الموت المفاجئ بل أساسا ذبحة صدرية تسببها. ذبحة صدرية. سعد ليك دكتور الحديث عن العلاقة بين أمراض القلب والغذاء. شن هي الأغذية اللي عندها علاقة مع القلب ولكن قبل ذلك نأخذ ركن أعلام. وفي هذه الليلة سنتحدث عن عالم من أشهر وأهم أعلام الإعلام في البلد المرحوم أعمار البحبيني لنتابع. نستضيف لكم كل ليلة من ليالي رمضان عددا من فقهائنا وأطبائنا للحديث عن أمور تهم الدين وتهم الصحة. إطلالة مرغوبة من لدن الجمهور وصوت آسر ومعلومات ثقافية غزيرة ملامح ميزت شخصية الصحفي أعمار البحبيني خلال مسيرته المهنية الحافلة بالعطاء. ولد أعمار عام 1959 في مقاطعة المذرذرة بولاية ترارزة والتحق بهيئة الإذاعة والتلفزة الموريتانية مطلع ثمانينيات القرن الماضي بعد سنوات تلقى خلالها التعليم المحضري والنظامي ليبدأ مشواره بتألق واقتدار مشكلا مثالا للإنسان الملتزم والإعلام الكفئ في كل المهام التي تسند إليه. واصل العمل في التلفزة الموريتانية بعد فصلها عن الإذاعة فرسم طريقته الخاصة في الإعلام ومثل أسلوبه في إدارة الحوار نموذجا ومدرسة امتاحت منها أجيال من الإعلاميين. تعززت الموهبة الإعلامية والقدرات اللغوية للبحبيني بدورات تكوينية في العديد من دول العالم وجمع في الممارسة بين تحرير الأخبار وإذاعتها وإعداد البرامج وتقديمها وتقلد مناصب إدارية في التلفزيون كان آخرها منصب المدير العام المساعد قبل أن ينتقل إلى وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان مديرا للتعاون والعلاقات الخارجية وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن وافاه الأجل المحتوم في 18 إبريل 2016. وبرحيل أعمار البحبيني أفل نجم ساطع في سماء الإعلام الوطني لكنه لم يغب عن ذهن المشاهد ووجدانه. أما الخيمة الرمضانية فقد فقدت ركنها الأبرز وافتقدت بدرها الذي أنار لياليها ردحا من الزمن لكن يبقى العزاء فيه ما خلف من ذكر طيب وثناء حسن لدى الجميع تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته. تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا رحم الله الأستاذ عمار البحبيني. سأل يدالي دعاء على الأقل شاركنا رحمنا الله وإياه وشاركنا في السهرات أزمنة ماضية ببداية السهرات وكان على جانب عظيم من المعرفة وجانب عظيم أيضا من الأخلاق وجانب أيضا عظيم من التوازن. إذن شاركنا جدا وشاركناه وندعو الله له ونرجو الله أن يرحمنا وإياه. دكتور تعرفون أعمر طبعا عن طريق الإعلام لي كان كنت من متابعي برامج أصلا وكان عنده الكثير من البرامج المتنوعة يعني ليست كان إعلامي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. شخصيا نضيف شيئا أكثر مما قال الشاعر الدكتور الدي ولا دبة ولنا في الرسول خير عزاء حسبنا في العزاء مات الرسول رحم الله الأستاذ عمار البحبيني. ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بحديث الموطأ.
إذا نأخذ الآن فقرة أدبية وهي طبعا في المديح النبوي مع شاعر سيدي والأمجاد، يتابع. أيها السادة المشاهدون الأعزاء، مرحبا بكم مجددا في فضاء هذه النافذة الأدبية الرمضانية على روائع المديح النبوي، ووقفتنا الليلة مع قصيدة حسان بن ثابت رضي الله عنه، ومطلعها عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم والمنافحة عن الدعوة الإسلامية في مرحلة حاسمة من مواجهة المؤمنين مع المشركين. حسان بن ثابت هذا الشاعر المخضرم الذي عاش عمرا مديدا سهاء 120 عاما، 60 منها في الجاهلية و60 في الإسلام، وهذا الشاعر الفحل كان من أهم شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقصيدته هذه شهرة واسعة في الآفاق، حيث قال له الرسول صلى الله عليه وسلم في تأييد معنوي كبير لدوره الريادي في العملية الأدبية المنافحة عن الدعوة إلى الله: هجهم وروح القدس معك، فوالله إن وقع شعرك عليهم لأشد عليهم من وقع النبال. قصيدة حسان بن ثابت التي سنستمع إلى العديد من أبياتها الليلة، نستضيف في السياق التعليق عليها العالم الشاب مين للشواف، محب رسول الله صلى الله عليه وسلم وراوية الأشعار المحمدية، ليعلق لنا في نهاية هذه القصيدة على رؤيته وتذوقه بقصيدة حسان بن ثابت لهذه الليلة. عدمنا خيلنا إن لم تروها، عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأسنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء، وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء، وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء، شهدت به فقوموا صدقوه فقلتم لا نقوم ولا نشاء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء، ونحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء. هذه التماعات مضيئة من قصيدة حسان بن ثابت رضي الله عنه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من القصائد الشهيرة في المديح النبوي. فما هي مكانة هذه القصيدة في ذاكرة المدائح النبوية، وكيف
بلغت هذا الشأوى البعيدة في سماء مديحه صلى الله عليه وسلم. نأخذ في هذا السياق رأي العلامة الشاب وراوية الأشعار المحمدية ومحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ مين ولي الشواف. في الحقيقة قيض الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم رجالا، وفق الله سبحانه وتعالى ألسنتهم لمدح هذا النبي الكريم وللدفاع عنه بالكلمة قبل الدفاع عنه بالسيف. وكان حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه من هؤلاء، بل ومن أعظمهم مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ودفاعا عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام بصفة عامة وبصفة شاملة. كان جنديا من جنود النبي صلى الله عليه وسلم، هناك جنود حملوا السلاح ودافعوا عن هذا الإسلام، وهناك جنود حملوا سلاح الكلمة ودافعوا بالكلمة عن الإسلام، وحسان رضي الله تعالى عنه في بداية هؤلاء. طبعا هذه القصيدة من روائع قصائد حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث إنه أبرز فيها مكانة الأنصار رضي الله تعالى عنهم بصفة عامة، وأبرز فيها مكانته هو بصفة خاصة، مكانته التي نالها بدفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وخطاباته الشعرية التي وجهها لقريش، كهذه القصيدة التي وجهها لهم، يبين لهم فيها أنه لا يمكن لأي قوة في هذا العالم أن تقف أمام جند النبي صلى الله عليه وسلم وأمام هذا المد الإسلامي النوراني الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله سبحانه وتعالى. عندما يقول عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، عدمنا خيلنا هناك أنه يدعو على نفسه وعلى قومه أنه لا بقية لهم خيل، والرجال إذا لم تبق لهم خيل فمعنى ذلك أنهم لن يبقى منهم أحد. إن حسان رضي الله تعالى عنه بدأ يذكرهم بعظمة هذا النبي الكريم وبما مده الله سبحانه وتعالى به من أسباب النصر، التي من بينها مجيء جبريل عليه السلام بهذا الوحي، وقول الله سبحانه وتعالى لجنده بأنهم منتصرون لا محالة، ثم وجه الخطاب، كان يوجه الخطاب لقريش بصفة عامة، ونجده يوجه الخطاب لرئيس القوم أنذاك وهو أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما قال له ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت إلى آخره. هذه طبعا هو خاطب أبا سفيان قبل أن يدخل أبو سفيان في الإسلام، ولكن أبا سفيان بعد ذلك أراد الله تعالى به الخير ودخل في هذا الإسلام وصارت له من المنزلة ما لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. في خطابه له يبين حسان أن هذا الجند الذي ينتمي لمحمد صلى الله عليه وسلم منه من يحمل السلاح يدافع عنه بالسلاح ويواجه أصحاب السلاح، ومنه من يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمة ويدافع عنه بهذه الأبيات الشعرية التي تحمل من البلاغة وتحمل من الروعة ومن الجمال ما يعجز الكثير من الشعراء عن الإتيان بمثله. عندما يقول أتجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، وهذا البيت كما يقال من روائع ما مدح به محمد صلى الله عليه وسلم، هو رائع من ناحية، ومن ناحية أيضا فيه نوع من الإنصاف، فيه نوع من الإنصاف عندما يقول له فشركما لخيركما الفداء. قد يرى غيره أن الأفضل هو يرى لنفسه الأفضلية، ولكن الحقيقة أن الفضل لمن فضله الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن نجد أفضل ولا أعظم ولا أرفع مقاما من محمد صلى الله عليه وسلم. فلو أن هذه القصيدة كلها لم تشتمل إلا على هذا البيت وحده لكفاها ذلك، لأن هذا البيت حق له أن يكتب بماء ذهب. أتهجوه ولست له بكف، طبعا قوله هنا لست له بكف هذه يمكن أن نخاطب بها كل إنسان على وجه الأرض، لا يمكن أن نجد
أحدا سواء كان ينتمي للإسلام أو لا ينتمي للإسلام كفءا ونظيرا لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل جلاله رفعه على جميع مخلوقاته. لا نجده في أبياته الرائعة التي ذكر فيها نور النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يقول فيها: روح من النور في جسم من القمر كحلة نسجت بالأنجم الزهر، لما نظرت إلى أنواره سطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته، ولست أمره إلا على حذري، الأنوار من نوره في نور سطعت والوجه مثل بذاق الشمس والقمر، صلوا عليه لعل الله يرحمكم يوما تلظى وترمي النار بالشرر. كما نلاحظه في أبياته التي قالها لعائشة رضي الله تعالى عنها: يبرئ فيها نفسه مما نسب إليه ويبرئها هي مما نسب إليها مما برأها الله سبحانه وتعالى منه من فوق سبع سماوات. عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدهم غير حائل، مهذبة قد طيب الله خيمها وبرأها من كل سوء وباطل، فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتمه فلا رفعت صوتي إلى أنا رفعت صوتي إلي أناملي. فحسان رضي الله تعالى عنهم كانت حياته الإسلامية كلها دفاعا عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن حزب الإسلام وعن كل من ينتمي إلى هذا الإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياه ممن دخل فيما جاء في الخبر أنه صلى الله عليه وسلم قال: من مدحني بشطر كلمة حلت له شفاعتي يوم القيامة. والحمد لله على أن العلماء قالوا إن هذا الوعد يستوي فيه المنشد والمنشئ، فسواء من أنشد هذا الشعر أو من أنشده. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم المحبين له المعظمين لشأنه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيداتي سادتي، في ختام هذه النافذة الأدبية الرمضانية والتي ارتحلنا فيها مع قصيدة حسان بن ثابت: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، نتمنى لكم باستمرار صوما مقبولا، وإلى اللقاء. إذن شكرا زميل سيدي. أستاذ فقي، سؤال أدبي: هل يمكن أن يكون اللسان أو القلم يفعل نفس فعل السيف في الذود عن الإسلام والذود عن بيضته والذود عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ رسالة مقسمة إلى قسمين: سيف وقلم. لكن شرط الحكمة عن السيف هو اللي يحمل القلم وليس العكس. ولولا ذلك لما قيل: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ممتاز. إذن فنزل القرآن تعضيدا للسيف. إذن السيف ونزل القرآن وجاء السيف تعضيدا للحجة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت رسالته رسالة كاملة جمعت بين الطرفين، بين طرفي الكتابة وطرفي، ولذلك لما ضعف إنما ضعف المسلمون بسبب إهمالهم الأداة الفعالة التي هي السيف. انظر إلى ما وقع في الأندلس مثلا لما أهملوا الجانب الدفاع. لا بد من ذلك. ولذلك جاهد الكفار والمنافقين. هنا أقول توقع عن يقول العلماء عن أمدح آية في كتاب الله: إن الذين يبايعونك إنما هذه أمدح آية وشطر من الكامل. زين حط. الذين يبايعونك إنما زين حط. إذن زي حط. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مدحه الله سبحانه وتعالى، ويكفي في المدح الآية التي قلنا، ويكفي أيضا: والضحى والليل إذا سجى، قسمان متواليان يعني. وجوابان منفيان ومثبتان: ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك. ثم جاءت النعم: كل نعم مقابل واحدة. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فجاء مقابل ألم يجدك يتيما، جاء مقابلها: فأما السائل ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. جاء مقابلها: أما السائل فلا تنهر، وأما فأوى ودك ضالا هدى، فأما اليتيم فلا تقهر. مقابل:
ووجدك يتيما فآوى. وأما السائل فلا تنهر مقابل ووجدك ضالا فهدى. جميل جدا، جميل جدا. فأغنى مقابلها وأما بما ربك فحدث. شكرا. في هذا الإطار تذكر أبيات للشواعر، الشواعر الحسني. يدافع بعد عن هذا الناس اللي ما عندهم شيء للسلاح، غير بعد عندهم شيء لهذا، يقول يا سيد الرسل إنا لا يليق بنا أهل القصائد إلا حرفة الشعراء، لسنا نجيد إذا ما الفتية تؤتزر وتشميركم من ولاء أن نعقد الأزر، لكن إذا خيض بالأشعار فادعوا بنا فمن تكلم منا ينفذ الدرر. صحيح، لأن هذا أيضا وقع هو زميل. وحتى لا نطيل، هو دور حسان ودور كعب ودور الشعراء، إنما هو خياطة السيف مع الحجة، الحجة، الحجة القولية والحجة العليا. الحجة القولية والعليا. على كل حال، صلى الإله على لانه نبيا خصه متأخرا بخصائص التقديم، عند حد لا يصلي. دكتور، قبل أن نأخذ الفقرة الموالية، سؤال كنت تطرحه، علاقة التغذية في رمضان بالقلب، ايش هي الأغذية اللي عندها أساسا؟ أنت تعرف الغذاء اللي نستخدمه نحن هون في رمضان أغلبه، فم غذاء معين يدعو ما هو ضروري للصائم؟ احنا نتكلم عن مسألتين، عن الناس اللي مرضى بالقلب والناس اللي ما في مرض قلب. ايوه، الناس الصحه. شوف شم مسائل رمضان، احنا في موريتان وجبه طعامنا قاع كامل عاد ياسر انه ما هو صحي، اللي ناكل ياسر من دسوم تهنيات وسكريات. ما هي معلومه في القلب؟ ما هي معلومه. الشحوم ما هي معلومه. الشحوم ما هي معلومه في القلب. ممتاز. السكريات ما هي معلومه. ممتاز. والملح ما هو معلوم. احنا في موريتانيا ناكل ياسر من الملح. احنا كافي ان الخبز قاعد قطع دراسه ان في موريتانيا كافي انتم ناكلوا الخبز فيه الملح. كافي من الطعام الاخر. بيدي خبزنا فيه ياسر من الملح اكثر من لحوم الخبز من ديال الله. اذا احنا اساسا امراض اطباء القلب ما يبقوا الملح ولا يبقوا الشحم. ما يبقوا الملح. لذلك ما جي هذه وش؟ ما هذاك نهائيا ما يبقوا. بيدي الشحم اساسا هو قلنا قوي، لكن اللي سبب تصلب الشرايين هو الشحم. ياك اللي يقلق العرق ديك ايك ايك ياك شويه الدم اللي يغلق العرق جهده الا الشحم. هي اصلا كانت هي شيء بلاك من الشحم تم ترقاق انت قبل تطرطق، وهي اللي تراكم ويقلنا كريات الدم الحمراء، وذيك اساسا مكونه من الشحم. عندها عده مراحل تتكون فيها، فيها اللي تبدا من عند رقاق مجال صغير الين تلحق، وكل ما زادوا العوامل كل ما على حد يدخن وكل ما عنده عوامل قلنا قوي، كل ما زاد تسارع هذا تصلب الشرايين. وتنبه في خبار دواء انه اساسا ما قد نتكلم على نواكشوط حق موريتانيا، ما بعد على قبال الدواء توفر في الاماكن الاخرى، في نواكشوط اساسا الدواء يعدل الحمد لله في المركز حالا يتكلف يعدل اساسا ذوك العلاجات السريعه ذاك النوع من الجلطات القلبيه، يا اما بالدواء اللي قلنا قبيل بالدواء دقه تندار اساسا تثوبت نجاحها نسبتها 50% 60%، والله اما اللي قاع بالدواء اللي هو النهائي اللي هو توسيع فتح مباشره الشريان وقليع عليك شوي الدم اللي قارقه وفتيح العرق نهائيا، فعاد مليحة الاستعجالية الحمد لله وتعدل حالا في المركز. ممتاز. الوطني في مركز الأمراض القلبية. ممتاز. إذا نأخذ فقرتنا الموالية وهي كنوز تتعلق بمخطوط من مخطوطاتنا القيمة والنادرة، لنتابع. إذن هذا كان مخطوط وثق عرى الاعتصام للأمراء والوزراء والحكام للشيخ سيدي محمد وللشيخ سيدي المختار، وهو طبعا يدخل في إطار كتب الفكر السياسي
وهو فكر يعتقد البعض أن الموريتانيين لم يهتموا به في ثقافتهم وفي تاريخهم. والحقيقة أنه من ابتداء من كتاب الحضر الشيخ الحضرمي الإمام الحضرمي لإشارة في تدبير الإمارة، وصولا لهذا الكتاب، وصولا لكتابات أخرى، حتى كتاب البادية للشيخ محمد المامي الذي يعتبر رغم أنه كتاب فقهي، رغم أنه يدخل في إطار هذا تسييس، حتى كتب الآبار التي ألفت المجال لدى بكتاب الآبار لمحمد عبد الله وللبخاري ومجموعة أخرى من الكتب، كانت بحد ذاتها نوع من محاولة قراءة العلاقة بين المجتمع والسياسة والعلاقة بين المجتمع والحاكم. انطلاقا من هذا، هل الفكر الإسلامي بنى الدولة أصلا؟ نتكلم عن فكر نحن يعني موريتانيين، لا أتحدث عن فلاسفة المسلمين الآخرين، لا الفارابي ولا الغزالي ولا غيرهم، أتحدث عن أقل من علمائنا الذين تحدثوا في السياسة والعلاقة بين الحاكم والمحكوم وسياسة الناس. هل كان الأمر كله مبني على البعد الشرعي وحده، أم كانت هناك أيضا بعض القضايا الأخرى التي فرضت نفسها داخل التفكير السياسي كله؟ وفيه فيه فيه في محاولة قام بها بعض الفقهاء بدون تعيين، قام بها كمنهجية أو كمنهج تأسيس لما يسمى ببناء الأحكام على الأعراف. ولذلك كتاب البادية على سبيل المثال، بيان عيت الخرصي، كتاب البادية هذا يكاد يكون تأسيس فكري شرعي سياسي. إذن فكري بمعنى أنه خارج من ذات الشخص، خارج من ذات الشخص. إذن أفكار تلاحظ أنها يخرجها الشخص من فكره هو، ثانيا يتكلم عن شيء يعيشه، واقع يعيشه. ثالثا يأتي بمعلومات ملموسة، يحللها، يحللها على ضوء الأصول وعلى ضوء القواعد. وذلك عي ربما ما يستهواني أحيانا، ويدور ذهني ما يكتبه مثلا ابن تيمية، وما يكتبه ابن حزم، وما يكتبه ابن رشد الحفيد. إذا المفكرين العلماء، لا أقول المفكرين فقط ولا أقول العلماء فقط، المفكرين العلماء. جميل جدا. وهذا من ميزة هذا الكتاب. وهناك فتاوى وهناك أيضا علماء كتبوا، هناك علماء حتى هناك بعض الشعر اللي مثلا صحيح حاول يجسد هاي الفكرة. والموريتاني على بصفة عامة في الحقيقة من استقرأ، إذا يمكن أن نقول استقرأ تاريخ الموريتاني بصفة عامة، وخصوصا الجهة أيضا خاصة، ما غابوا عن الأدوار اللي كانت أدوار حولهم. إذن البعض يعتقد ما غابوا في التأليف ولا غابوا في الشعر عن ما كان يدور حولهم. ممتاز. إما جلبوه وإما استفادوا منه. إذن استفادوا منه. البعض يعتقد في عجالة، يعني البعض يعتقد أن 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 أو أن أن تفكير في الدولة، في الدولة، في مفهوم الدولة، أنه انتهى مع تفكير ناصر الدين يعني في تلك المرحلة. بينما نلاحظ بعد ذلك أن الكتابات، سواء منها ما تحدثنا عنه، سواء البادية، سواء الإمام الحضرمي قبل ذلك، البادية وغيرهم، أيضا كان هناك تفكير ضمني لوجود دولة ووجود إمام. وهذا أعتقد أنه أيضا هو الذي جعل البعض يبايع الفوتي ويطلب منه الإمامة ويطلب منه القيام. هناك تفكير أقول هناك تفكير للدين، لإقامة الدين، كان عند الموريتاني كامل بصفة عامة. يمكن أن يكون وقع فيه تسرع نوعا ما، يمكن أن يكون مسائل بدائية. ولا الحاكم ويوجد في الفتاوي، ويوجد في الشعر، ويوجد في كل ناحية من واحد. ممتاز. إذن نأخذ الآن فقرتنا، الفقرة الموالية، وهي طبعا برامجنا اليوم الغد إن شاء الله. Bye.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا. دكتور، في كلمة مختصرة، بما تنصح الصيام في هذا الشهر الكريم فيما يتعلق طبعا أولا اتقاء أمراض القلب وحتى أولئك الذين لديهم حالات من هذه الأمراض؟ بالنسبة للناس اللي ما عندها أمراض القلب الحمد لله، نصح أولا بالرياضة، هي أهم شيء. الرياضة هي أهم شيء ننصح بها رقاش، والمدخنين هم الإقلاع عن التدخين، والوكيل اخبار الاطعمه في موريتانيا. احنا في رمضان اساسا موريتانيا يهمنا كامل فيك 9 سوايع على 8 سوايع اللي ما انا صايم فيه ناكلوا في ذاك، كنا ناكلوا في 24 ساعه، ذاك ما يصح. نصح انه كثروا من السوائد، كثروا من اساسا في السحور، السحور من نصحوا بوجبه السحور، وتبدا اساسا من المسائل السكريات المعقده اللي ما هي سكريات، السكريات بطيئه الامتصاص بيلي كان يلي لا يتحفظ. وكثروا كيفاش مثلا؟ كيف العادي عندنا والله سكر، مثلا زاد الوجبات اللي فيها السكريات سكر، تنصحهم بها والله؟ تنصحهم بها عند السحور. اعطيني مثال منها كيف. وجبه مهم، ما هي طبعا اكيد ما تعود من السكر اللي يتحلل مباشره. وجبه تعود فيها سكريات معقده نشويه، وجبه نشويه اساسا هي اللي تحافظ لك. وكثر اساسا من السوائل المالي يوميا. هذا بالنسبه للناس اللي ما يصاب. الناس المرضى السكري، اولا مرضى القلب، مرض القلب ما هي روايه كبار من قدها، روايه تعالج اساسا يقبل حد دواء ويتقى المسائل اللي محرمه عليه نهائيا، اللي قالوا طيب انه ما تل يمسها، وهذا اساسا هو اللي جميل. طبعا الان سنتابع انطباعات ضيوف الحلقه البارحه، نتابع الان على ان نستمع الى انطباعاتكم. المخرج يقول قبل ذلك الامساكي او المشرف سيد احمد التباخ، سيد احمد يقول قبل ذلك الامساكي، نتابع الامساكيه ثم نعود ان شاء الله للحديث للاستماع الى انطباعات ضيوفنا الليل البارحه. Thank you.
إذا كانت تلك إمساكية رمضان. الآن نتابع انطباعات ضيوف حلقتنا الليلة البارحة. الحقيقة هذه الخيمة الرمضانية أولا في شكلها وترتيبها وتنظيمها تعيد إلى الذاكرة الخيمة الشنقيطية كما سمعنا من الأستاذ الآن. ومعلوم أن الخيمة الشنقيطية هي تلك الخيمة التي تعبر وتترجم عن المحضرة الشنقيطية وما يدور في المحضرة الشنقيطية، وتترجم أيضا عن التعاطي الذي يقع فيما بين الموريتانيين فيما بينهم وما بينهم مع غيرهم من معاملات في الحقيقة أرياحية، منها كرم في الضيافة ومنها سعة أخلاق، منها شهامة، منها يعني كونهم دائما يمتون بتلك الصلة التي تربطهم بجيلهم الأول الذي هو الجيل العربي. الخيمة هذه الرمضانية في الحقيقة إضافة هذا قلناه إضافة إلى ما يتعاطى في ظلها الآن من هذه اللقاءات ومن هذه الندوات وهذه الدروس النافعة في مختلف المجالات ومختلف الموضوعات في فن المديح في كما سمعنا قبل قليل، وفي الكلام على سيرة بعض علماء هذه البلاد، وفي الموضوعات العلمية والموضوعات الطبية. فهي بالحقيقة أيضا خيمة مدرسة على هذا النمط، تعطي ألوان وأشكال من المعارف ومن الفوائد الطيبة. الانطباع جيد وما نقدو كاع نعقبو عقب الأعلام اللي قالوا كامل. لا ملاحظة وحيدة هي الوقت قصير، الوقت إتاحة الوقت المتاح للموضوع الفقه والموضوع الطبي من المستحسن لكان يقد يزيد شوي. إذا هذه كانت انطباعات ضيوف حلقتنا البارحة. الآن نأخذ انطباعات ضيوف هذه الحلقة في دقيقة مقسمة بين الضيفين. تفضل أستاذ. بقى عادة يأمرون بالتقويم لا يقومون ولذلك التقويم بالنسبة لي أنا ذيك ساعة مازال السجل المرة الماضية مازال السجل الذهبي. نحيل عادة المسألة على تقي الله وحمو الله حايل عليك أنت تقوم. إن شاء الله. تفضلوا أستاذ الدكتور. الخيمة الرمضانية خيمة حقيقة متكاملة بالنسبة للنظر لها، أنها خيمة متكاملة بين اللي استفادوا من الشيوخ والفقهاء اللي استضافوا، فهم اللي يفاد راجعين إن شاء الله ودوحنا لافتنا المواطنين، مع طبعا أن الوقت ما يسمح بياسر من الشيء اللي فيها عدة مراحل. استفادوا من احنا قاعد كضيوف، وراجعين ان شاء الله نعود احنا فدنا المواطنين ان شاء الله. ممتاز. اذا هذه كانت فقرتنا الاخيره من برنامج هذه الليله الخيمه الرمضانيه. لكم تحيات الطاقم الذي اشرف عليها كاملا الجانب الفني الطاقم كاملا، وتحيات المشرف على الحلقه زميلي سيدي احمد الطباخ، وهذه تحياتي يا شيخ سيدي عبد الله. السلام عليكم.